صوت نايف البلوي ونسمع صوت نايف البلوي أيضا يغرد وهو متميز دائما في عالم التعليق. شكرا يا نايف، ينطلق بحفظ الله ورعايته. شوطنا أيضا السادس في مجموع أشواطي صباحي هذا اليوم المخصصة هنا والمقررة لثلاثين شوطا ستقام في هذا الصباح. ينطلق شوط الإبكار، شوط الإبكار ينطلق أيضا الشوط السادس. إن سألتوني عن الجوائز أقول لكم أنها سيارات ثمينة في كل الأشواط. شكرا يا أبا خالد، شكرا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه، على هذا الدعم وعلى هذا المهرجان المتجول في كل عام في الإمارات الشمالية. شكرا شكرا شكرا. نسير إلى المقدمة، هذه أيضا صورة أمامكم من مخرجنا لراعي هذا المهرجان، صورة جميلة هنا لولي عهد أبو ظبي. شكرا يا أبو طلعت، شكرا يا أسامة الهواري مخرجنا المبدع دائما في كل المجالات. نسير إلى المقدمة وأرى اللي في المركز الأول، هنا اللي في المركز الأول أرى يا شيخ يا الشيخ من مفند اللي في على العالي تعليت يا ولد الزايد. ذهول لخليفة بن سلي بن محمد السعدي في مقدمة الشوط. ننطلق مباشرة إلى المركز الثاني وأرى بشاير بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني. مرزوق بن علي بن سلطان المنصوري، وهنا التغيير، التغيير على المركز الثاني اللي غيرت الداودية لعبد الله بن ناصر ابن حسين الغيثاني المري. النقلة التالية على المركز الثالث وأرى اللي في المركز الثالث اللي خذت المركز الثالث شواهين وليس بشاهين، مجموعة شواهين محمد بالشرقي المراش العفاري. المركز الرابع أصبح من نصيب اللي هي عبيد بن سالمين بن كردوس العامري، خذت المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس أرى زعفرانة خميس بن سعيد بن حبيب الهاشمي، هذه بن حبيب الهاشمي. هذه النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط ضمن هذا الشوط وضمن هذه الأشواط الجميلة. نعود والعود أحمد إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى أيضا الصدارة. وهنا التغيير على مقدمة الشوط من الداودية. الداودية تذكرني ماجد، ما أذكرك أيضا يا سالم، ماذا يذكرك هذا الاسم بالداودية؟ راعية الإنجازات، راعية السيوف. يا سلام، سميت تيمنا على الداودية. عبد الله بن ناصر الغيثاني المري، التغيير على المركز الثاني. وصلت أيضا اللي في المركز الثاني، هنا الريم لحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، خذت المركز الثاني. المركز الثالث، هنا التغيير أيضا على مقدمة الشوط، والمركز الثالث أصبح من نصيب شواهين محمد الشرجي المراش العفاري. والمركز الرابع، المركز الرابع لامار، تأتي في المركز الرابع اللي خذت المركز الثالث لامار للسيد عبيد بن سالمين بن كردوس العامري. والمركز الرابع أصبح من نصيب، المركز الرابع هنا اللي هي ياس لمحمد بن سالم بن عوف الغيلاني. والمركز الخامس أصبح من نصيب
جاهز اذا احتجت رموز لاحمد بن سالم بن سلطان الزرعي. هذه نتيجتنا ايها الاخوه، هذه النتيجه. والكيلو المتر الاخير، الكيلو المتر الخطير، يفصلنا عن السياره ويفصلنا عن الناموس وعن الزعفران. ولكن هنا لا زالت لراعي الطيره مع الريم، الريم في مقدمه الشوط، وهي ريم الفلا رمز العطاء معنى الوفاء في المركز الاول، مسيطره كل السيطره على مجريات الامور وعلى مقدمه الشوط حتى هذه اللحظه. ايضا هنا الريم، الريم الريم الريم، حمد بن صالح بن عبد الله العامري. ولكن المركز الثاني، التدخل في هذه اللحظات من ياس، ياس ونحن في قناة ياس ونحن على الهواء مباشرة عبر ياس لكل الناس. ولكن التغيير، التغيير جرى وطرى على المقدمة. هنا رموز، رموز انطلقت يا الحبسي، انطلقت رموز إلى المقدمة، انطلقت إلى السلطنة، إلى سلطنة عمان الشقيقة. هنا رموز في المركز الأول، تبغي الرموز، تبغي السيارة، هذه السبوك اللي تري أعصابك تشتهر ويشيع، طاريها لو تعشيها على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. شكرا لمسلم بن سلطان الزرعي، تهانينا وسلام للسلطنة أحمد بن سالم بن سلطان الزرعي على هذا الفوز وهذا الإنجاز. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه ياس لمحمد بن سالم بن عوف الغيلاني. المركز الثالث، الريم لحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه الفاتن العلي بن مايد الوهيبي. والمركز الخامس، المركز الخامس حشيمة للسيد عبد الله بن حمد بن لويع العامري. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. يا سلام، وذهبت السيارة إلى عمان، أيضا عبرت الحدود الإماراتية إلى جعلان، إلى جعلان بو علي، إلى جعلان بو علي. وهذه أمامكم هنا 6 دقائق 5 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا، تهانينا والناموس لمالك رموز أحمد بن سالم بن سلطان الزرعي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه اللي هي ياس لمحمد بن سالم بن عوف الغيلاني، 6 دقائق 8 ثواني، 4 من الأجزاء. تهانينا والناموس. والمركز الثالث اللي خذت المركز الثالث الريم، 6 دقائق 9، نشوف 6 دقائق 9 ثواني، 4 من الأجزاء. تهانينا لمالك الريم حمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، وتهانينا